إلى أخبار الاقتصاد الآن مع وفاء بن يحيى. مساء الخير. مساء الخير ياسر وكل المشاهدين، أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. بداية، دعوات الحكومة المستمرة للنهوض بالمؤسسات الوطنية وتشجيع المنتج المحلي حولت الفكرة إلى يد المستهلك الذي يلعب دورا هاما في هذه الحلقة حسب الفاعلين في الميدان. التقرير لسوريا شعلال. الرقي بالمؤسسات الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي لم يعد يقتصر فقط على أداء المؤسسات، بل حتى المستهلك تقع على عاتقه هذه المسؤولية. يبقى المواطن الحلقة الهامة في معادلة الإنتاج الوطني، لأنه كلما استهلك المنتوج المحلي ساهم أكثر في تقوية المؤسسة الجزائرية سواء كانت خاصة أو عامة. إقبال المستهلك على المنتجات المحلية أو تجنبها رسالة واضحة للمؤسسة المنتجة لتشجيعها أو إقصائها من المنافسة في السوق المحلية. يعني ثقافت، يعني ما نقدرش حنا نفرضوا على المستهلك الجزائري أنه يستهلك المنتوجات الجزائرية، لكن كي نعرفوه بالمنتوج ونعرفوه بالخصائص ديالو بلي راهو ينافس المنتجات العالمية، راح هو وحده اللي يبحث على هاد المنتجات ويستهلكها. وضع المستهلك كحلقة أساسية في معادلة الإنتاج الوطني يبقى مرهونا بنوعية المنتوج وخضوعه للمعايير التي تمكنه من كسب ثقة الزبون. تعددت أوجه الشراكات التي تجمع بين المؤسسات الوطنية والأجنبية، أغلبها بدفع نقل خبرة الثانية نحو الأولى. الزميلة فوزية مسعدي توقفت عند أحد هذه الشراكات لمعرفة مدى استفادة الجزائريين من التجربة الأجنبية وعادت لنا بالتالي. نقل الخبرة الأجنبية والاستفادة منها هدف كل الشراكات التي تتم بين شركاتنا الوطنية والأجنبية، فهل فعلا يتم تجسيدها على أرض الواقع ويستفيد منها العامل الجزائري؟ العينة كانت من هذه المؤسسة الجزائرية التركية بعد أن فتحت السوق الوطنية شهية مستثمر تركي، وبكل عزيمة وإرادة أبدع في تجسيد مشروعه. جئنا إلى الجزائر منذ سنتين، مصاريف العمال الأتراك جد مرتفعة، لذلك لجأنا إلى اليد العاملة الجزائرية وفتحنا باب التكوين مجانا في مؤسستنا، وبإمكان الشباب المكون عندنا الالتحاق بمؤسستنا أو إنشاء مؤسسة لوحده مثل ما يشاء. ونحن نتجول وسط هذه الورشة، التقينا بشباب قدموا من ولاية جالما قصد التكوين بالمؤسسة. اتصلنا بهذه الشركة تاع التركية هذه، قالوا لنا إذا كان تحبوا تجيبوا لي فورماسيون ديروا لا فورماسيون هنا في عندنا يا با سوسي، يعني سي غراتويت، يعني كثر خيرهم، يعني قالوا لنا خدموا نورمال سي غراتويت، تخدموا معنا. احنا جينا نديروا فورماسيون هنا مع الأتراك، وماذا بينا ندوا واحد مليح من عندهم. صورة تطبيقية لما تحمله الشراكة الجزائرية مع الشركات الأجنبية. هنا شعار نقل الخبرة ليس مجرد حبر على اتفاقيات تزول بمجرد انتهاء مراسم التوقيع عليها. في موضوع آخر، أكد اليوم النائب رياض عمور رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة خلال نزوله ضيفا في الإذاعة الوطنية أن الغرفة تهدف إلى إيجاد شراكة حقيقية بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية خلال المنتدى الذي سيتم عقده على هامش زيارة الوزير الفرنسي. طلب منا كمتعاملين اقتصاديين أن نبحث عن شركات جزائرية عندها مشاريع شراكة باش يجوا يحضروا لهذا المنتدى. ما يخفاش علينا انه فيه غرفة جزائرية للتجارة والصناعة في فرنسا اللي عندها عمل تأسست وراهم يقوموا بأعمال جبارة، وجاو لمؤتمر تلمسان عندها حوالي 20 يوم وجابوا متعاملين جزائريين فرنسيين مقيمين في فرنسا عندهم مشاريع، عندهم 32 مشروع، وهما خيروا اربع مشاريع. قال لك ما نجوزوش كل مشروع، نجوزو بشويه. راهم قبلوا جازت على اللجنه وقبلوا اربع مشاريع وجابوهم وعرضوهم في مؤتمر تلمسان،
وخلال هذا اللقاء تاع 10-11 أبريل المنتدى راح يعرضوا هذه الأربعة مشاريع. ختام جولتنا الاقتصادية، شكرا لكم على طيب المتابعة، العودة إلى ياسر وبقية.